الموضوع الثاني اللي هو البولر فورم، يعني اقصد بها تمثيل الزاوي للكومبلكس نمبر. التمثيل الزاوي للكومبلكس نمبر راح يكون بهذا الشكل، يعني عندي راح تكون عندي سي داش يساوي لي السي، وهذا يعني هاي القيمة او هاي الشكل فاي. شنو اقصد به سي؟ السي اقصد بها الماجنتيود، الماجنتيود اقصد بها الطول، طول خط المستقيم. الفاي شو تمثل لي؟ الفاي تمثل لي الزاوية، الزاوية عكس اتجاه عقرب الساعة. هسه راح نوضح شنو. هذا قلنا السي داش يساوي لي كومبلكس نمبر سي فاي. زين، احنا بالبداية كان عندي بالكومبلكس نمبر ريكتانجلر كومبلكس نمبر عندي تمثيلين. اول شيء عندي جزء حقيقي، فرضا جزء حقيقي، وايضا جزء تخيلي. ومن عند نقطة التقاطع راح نرسم شنو؟ نرسم الخط المستقيم. هنا بهاي الحالة لا، راح ايش يكون عندي؟ راح يكون عندي زاوية، ومن هاي الزاوية ارسم الخط المستقيم. شلون؟ شنو معناته؟ يعني احنا بالسابق قلنا عندي هنا قيمة الرياض، قيمة تشقيت صفر، الزاوية هنا صفر. هنا هاي الزاوية صفر، مطين هنا ايضا زاوية، ارتفع او اغير باتجاه عكس اتجاه عقرب الزاوية بمقدار هاي الزاوية المطين اياها. يعني فرضا اذا مطيني زاوية مقدارها 10، راح اغير عكس اتجاه عقرب الساعة بمقدار زاوية 10، وراها شنو؟ ارسم الخط المستقيم اللي هو طوله مقدار ايش قد؟ سي. هنا معناته هذا الطول مالته ايش قد؟ سي. يعني هنا عندي زاوية وعندي ماجنتيود، من خلالهن اقدر ارسم الكومبلكس نمبر. هاي طبعا راح ناخذ امثلة على هذا الموضوع. عندي النوع الثاني ايضا نفس السابق، راح يكون عندي هنا بهاي الحالة اذا اجاني بالسؤال او اجاتني الكومبلكس نمبر بي سالب، بإشارة سالبة، يعني سالب سي داش فاي. هنا شلون راح ارسمه؟ اول شيء بالحالة الأولى أعتبر هنا كأنما ما عندي فاي. شنو معناته؟ معناته أعتبر عندي فرضا سي وزاوية، زاوية مقدارها شقد؟ فاي. سي فاي، أول شيء عندي زاوية ومقدارها فاي، يعني شنو؟ أغير بعكس اتجاه عقرب الساعة كاونتر كلوك وايز أو السي سي دبليو، عكس اتجاه عقرب الساعة، وأرسم الخط المستقيم. بعد ما أرسمت هذا الخط المستقيم، أما أغير اتجاهه أو من هذا الخط أو من هاي الزاوية أغيرها بمقدار 180، أما أجمع 180 أو نقص 180. يعني هنا أنا فرضا قيمة هاي الزاوية 10، أجمع هي هنا أنا مكتوب أما تجمع أو تنقص مقدار باي. الباي هي بالديجري، هي هنا أنا بالرات قيمتها باي، إذا بالديجري شنو قيمتها؟ قيمتها 180. يعني هنا أنا أما أجمع 180 أو أنقص 180. لو فرضا عندي هنا أنا فاي، هاي الفاي أجمع وياها 180، ايش راح يكون عندي؟ كأنما نفس هذا الخط أو نفس الزاوية لكن باتجاه معاكس، بحيث يصير عندي شكل سلك واحد او خط مستقيم واحد بهذا الشكل. يعني نلاحظ عندي انا الزاويه من هاي النقطه لهاي النقطه كانما خط مستقيم، الخط المستقيم قيمه الزاويه الى شقد قيمتها؟ اللي هي باي او 180. نلاحظ هنا أنا من الجزء الاسفل ايضا قيمه الزاويه عندي هنا أنا ايضا باي. هنا صار من هذا الاتجاه صارت عملية جمع، يعني فاي زائد باي صارت عندي هنا عملية جمع اللي هي فاي زائد باي. هنا بالعكس ايضا صار فاي ناقص باي ايضا ظهر. يعني بشكل نهائي راح يكون عندي الناتج هو هذا اللي باللون الاحمر، يمثل لي السالب سي فاي، سالب سي فاي اللي هو يمثل لي هاي. اما هذا الجزء باللون الازرق هذا يمثل لي الموجب سي فاي. هاي حتى انا اعرف اذا عندي شلون ارسم السالب سي فاي. فرضا عندي هنا عندي هنا بعض الزوايا، هنا بعض الامثله اللي هو يقول لك مثل لي هذا على الكومبلكس بلين. اذا مجموعه من الكومبلكس نمبر، اذا كومبلكس نمبر
مثل اياها على الكومبلكس بلين. يعني عندي هنا، عندي هنا كومبلكس نمبر مثل اياها على الكومبلكس بلين، اقصد بها كومبلكس بلين هذا المحور، محاور 2. اول قيمه عندي 5 والزاويه قيمتها 30، يعني الماجنتيود ايش قد؟ 5 اللي هو الاي داش 5، والماجنتيود الها ايش قد؟ 30. يعني راح يكون عندي ارتفاع بمقدار 30، هاي الزاويه 30 اللي هي من الصفر، احسب 30 عكس اتجاه عقرب الساعه وارسم الخط المستقيم. هذا رسمت الخط. ايش قد الامبليتيود؟ طبعا هنا الارتفاع مالته راح يكون هنا فرضا ايش قد راح يكون، واحد هسه يقول لك ايش قد نقدر هاي القيمه. هنا فرضا ايش قد راح يكون عندي 5، لان هو هنا بما ان راح يكون شويه اطول من، يعني اعلى من قيمه الخمسه، يعني بس هو كتقدير الرسم يكون كتقدير. هذا المن الاي داش، احنا كتبنا هنا الاي داش. عندي هنا الرسم الثاني راح يكون عندي 3.7 والزاويه 120. زين الزاويه 120 وين تكون؟ عندي هنا صفر، هنا 90، هنا 180، هنا قيمتها 270. تمام؟ يعني عندي هنا صفر، أول شيء شوف الزاوية 120. الزاوية 120 بين الصفر وال 90، لو بين 90 و 180، لو بين 180 و 270. أكيد الزاوية راح تكون بين ال 90 و 180، قيمتها ايش قد؟ 120. 120 راح تكون بين ال 90 و 180. يعني هنا راح نرسم زاوية بمقدار 120، وبعدها نرسم الخط المستقيم اللي هو طوله 3.7 اللي هو يمثل لي البي داش. هذا الرسم الثاني. ادي الرسم الثالث، قيمته سالب 4.2 والزاويه ايش قد؟ 60. ايش قد قيمتها؟ سالب 4.2 والزاويه 60. هنا بهاي الحاله اول شيء ارسمها كانما 4.2 والزاويه 60، وراها اقلبها بمقدار، يعني راح ارسم اول شيء كانما اعتبرها 4.2 وقيمة الزاوية 60، بما أن قيمة الزاوية راح 60 راح تكون بين الصفر وال 90، يعني هنا راح أرسم زاوية مقدارها ايش قد؟ 60. مقدار زاوية قيمتها ايش قد؟ 60 عندي. وراها أرسم خط مستقيم بمقدار 4.2. هذا شو يمثل لي الخط؟ يمثل لي 4.2 والزاوية 60، لكن عندي هنا سالب 4.2. عندي قيمتها سالب 4.2. طبعا اذا كانت هنا سالب 4.2 شلون راح تكون؟ قلنا احنا نرسمها نفسها لكن بزاويه اضافيه بمقدارها 180، يعني راح يكون عندي الرسم باتجاه معاكس اله. هذا الاتجاه المعاكس اله قيمته ايش قد؟ الزاويه تبدي من هالنقطه لهاي النقطه قيمتها 180، يعني ايش قد راح تكون كانما الزاويه؟ كانما راح تكون عندي هنا الزاويه عندي من هاي النقطه 60، وعندي هنا 180، راح يكون عندي قيمه هاي الزاويه من الصفر لحد هاي النقطه قيمتها 240. يعني لو نفرض عندي هنا 4.2 والزاويه 240، أربعة بوينت اثنين والزاوية 240 راح يطلع لي هو مساوي السالب 4.2 والزاوية 60. نفس الشيء راح يكون إذا هنا يكون عندي هنا إشارة موجبة، إشارة موجبة زائد 4.2 والزاوية 240 مساوي ل 4.2 والزاوية 60. زين شلون راح يكون؟ لأن أنا بالبداية شنو رسمت؟ رسمت عندي هنا زاوية مقدارها 60، رسمت هذا الخط، ومن الزاوية 60 رسمت ب 180، رسمت بزاوية 180 اللي هو راح يكون عندي 4.2. طبعا هسه واحد اذا ناخذها 60 زائد، احنا اذا ترجعون للقانون السابق كاتب اما زائد باي او ناقص باي، 60 زائد 180 راح تكون عندك 240، يعني راح يصير عندي 4.2 زائد يساوي 240، او تكون عملية طرح. شنو معناتها عملية طرح؟
يعني هنا 60 ناقص 180 ايش قد راح تكون عندي قيمتها سالب 120، يعني راح تكون عندي 4.2 بزاوية سالب 120. طبعا اذا كان اجاني بالسؤال سالب، يعني هنا قيمته سالب 120 راح يكون عكس اتجاه عقرب الساعة السالب، يعني هنا بما ان سالب، لا صار احنا قلنا اذا كانت الزاوية هنا موجبة من هنا تبدي فرضا 30 60 90 بهذا اتجاه عقرب الساعة، اذا كان سالب لا يكون بالعكس، هنا صحيح صفر وراه هنا سالب 30 سالب 60 سالب 90، هنا بدل 270 يصير سالب 90، وراها هنا فرضا سالب 120 سالب 130 حد سالب 180 هنا، وراها ترجع هنا صير سالب 270 اذا قيمه هاي بالسالب، صار عكس اتجاه عقرب الساعه. طبعا هنا بالاخير ايش راح نحصل؟ يعني راح يصير عندي الرسومات النهائيه الكومبلكس نمبر اللي هو طبعا هذا اللي فقط ذني اللون اللي هذا اللون هذا الخط اللي هو الاي داش والبي داش والسالب سي داش سالب سي داش ذني الرسومات الثلاثه. طبعا ذني ثلاثتين الرسم الاخير اما نقدر نكتبه ب 4.2 240 او نقدر نكتبه 4.2 ناقص 120. ليش؟ لان قلنا اذا اجانا سالب نقدر هنا وي هاي الزاويه، اما هاي الزاويه زائد 180 او ناقص 180. عندي هنا التحويل بين الـ بين الفورم، يعني بين الريكتانجلر فورم والبولر فورم. اول شيء بالبدايه عندي راح يكون تحويل من الريكتانجلر الى البولر، يعني من الشكل الاعتيادي اللي هو يتكون من جزء ايماجينري حقيقي الى جزء يتكون من ماجنتيود وزاويه. يعني عندي هنا ايش راح يكون؟ عندي هنا فرضا عندي بالسؤال قايل لي هنا معطيني جزء حقيقي وجزء تخيلي، هذا الجزء الحقيقي اذا رسمه ناخذ من الجزء الحقيقي قيمته 3 وجزء التخيلي قيمته ايش قد؟ 4، ناخذ التقاطع من عندها وراها نرسم قيمه نرسم قيمه الخط المستقيم. طبعا هنا هاي الارتفاع يمثل لي الزاويه بهذا الشكل راح يكون الخط، هنا هذا الارتفاع يمثل لي الزاويه. شلون نحولها للبولر فورم؟ اول ستيب انا احسب الماجنتيود. حساب الماجنتيود شلون يكون؟ حساب الماجنتيود من خلال ايجاد الجذر المن جذر تربيع لكل من الريال والايماجينري. يعني عندي اول شيء احنا حساب الماجنتيود ايش ناخذ؟ جذر تربيع الريال بارت زائد تربيع الايماجينري بارت، يعني ما لنا غرض بالجي فقط الايماجينري وقيمه الايماجينري. يعني هنا راح يكون عندي سي يساوي لي جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع اللي هو ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 5، 3 تربيع 9 زائد 4 تربيع يساوي لنا 16، 9 زائد 16 يساوي لنا 25، جذر 25 قيمتها 5. هاي شنو اوجدنا؟ احنا نعرف ال سي داش بالبولر شو يساوي لنا؟ يساوي لي ماجنتيود اللي هو سي، وعندي عندي زاويه هاي الزاوية فاي، تمام؟ هسه وجدنا بالحالة الأولى السي هاي الماجنتيود من خلال الجذر تربيع لكل جزء الحقيقي والتخيل. زين الفاي شلون نقدر نوجده؟ الفاي نقدر نوجده من استخدام التان انفيرس. الفاي هاي الفاي هنا شلون نوجده؟ الفاي يساوي تان انفيرس. شنو تان انفيرس؟ المن الجزء التخيلي تقسيم الجزء الحقيقي. الجزء التخيلي ايش قد قيمته؟ 4، الجزء الحقيقي ايش قد قيمته؟ 3. تان انفيرس 4 على 3 راح يظهر لي قيمته 53.13، بحيث نقدر نكتب الجزء البولر راح يكون عندي على شكل سي داش يساوي لي 5 وهنا القيمه 53.13. طبعا هنا ككتابه اذا هذا نفس الرسم نريد نرسمه، يعني نفس هاي الكومبلكس نمبر بالبولر نريد نرسمه، راح نرتفع بمقدار زاويه قيمتها 53، ورا ما نرتفع نرسم بماجنتيود قيمته ايش قد؟ 5. نرسم هذا قيمته 5. هذا هنا التحويل من الريكتانجلر تو بولر فورم. اذا اريد احولها لا بالعكس، يعني راح يكون عندي
اذا تحويلها بالعكس هنا من البولر الى ريكتانجلر. شلون راح يكون عندي عمليه التحويل؟ اول شيء انا عندي زاويه، عندي هنا قيمه ماجنتيود وزاويه، يعني اذا اريد اقسمها بزاويه 45 وطول السلك راح يكون عندي 10، يعني 10 بزاويه 45. هذا شلون راح يكون تحويله؟ تحويلها اما للريكتانجلر فورم. احنا نعرف الريكتانجلر فورم بها جزئين، جزء حقيقي وجزء تخيلي اللي هو ريال وايماجينري. الجزء الحقيقي شلون يكون حسابه؟ الريال شو يكون؟ يكون عندي هنا الماجنتيود الارتفاع، هذا الماجنتيود 10 كوساين الزاويه، 10 كوساين الزاويه، القيمه راح تطلع عندي يمثل لي الجزء الحقيقي. اما الجزء التخيلي شو يكون؟ ايضا الماجنتيود في ساين الزاويه. الماجنتيود ايش قد عندي؟ 10 اللي هو الايماجينري، وهذا الريال. الايماجينري شو يساوي لنا؟ 10 ساين الزاويه اللي راح يظهر لي الايماجينري. طبعا الناتج راح نضيف هنا، نضيف للايماجينري فقط جي. اعيدها، انا اعرف عندي اذا بالبولار فورم عندي هنا ماجنتيود وزاويه. الجزء الحقيقي شلون راح نقدر نحسبه؟ الجزء الحقيقي نقدر نحسبه من خلال 10 او الماجنتيود كوساين الزاويه. الماجنتيود ايش قد قيمته؟ 10. كوساين الزاويه ايش قد؟ 45. راح تظهر لي 7.07 الجزء الحقيقي. اما الجزء التخيلي الماجينري ايش راح يكون عندي؟ 10 ساين 45، او هنا الماجنتيود ساين 45. الماجنتيود قيمته 10 والزاويه قيمتها 45، اذا راح يكون عندي القيمه النهائيه 7.07. هنا هذا امن، هذا ريال، هذا ايماجينري. نكتب الريال 7.07 زائد الايماجينري شو تكون عندي؟ جي 7.7، اضفنا لها جي حتى تصير عندي الفرق بين قيمه الايماجينري والريال. طبعا هذا التحويل بالعكس، يعني اذا كان عندي تحويل من الايماجين من الريكتانجلر تو بولر، هذا طريقه ناخذ اول شيء نحسب الماجنتيود، حساب الماجنتيود جذر الحقيقي تربيع زائد التخيلي تربيع، هذا يمثل لي الماجنتيود. والزاويه تمثل لي تان انفيرس، الجزء التخيلي على الجزء الحقيقي تظهر لي الزاويه. نكتب البولر. اما اذا بالعكس لا، راح يكون عندي الجزء الحقيقي من بالعكس، يعني من البولر الى الريكتانجولر. يعني الجزء الحقيقي ايش راح يكون عندي؟ 10 كوساين الزاويه، او العفو ماجنتيود كوساين الزاويه. الماجنتيود ايش قد عندي هنا؟ 10. كوساين الزاويه ايش قد؟ 45، يعني 10 كوساين 45 7.07. والايماجينري شو يكون قيمته؟ هو الماجنتيود ساين الزاويه، راح تظهر لي هنا ايش قد القيمه. هنا نرسم بعض الزوايا، يعني ايضا نفس الشيء رسم الزوايا لل ايضا تحويل من ايماجينري للريكتانجل. هذا السؤال يقول لك اوجد تحويله من الريكتانجلر فورم الى بولر فورم، يعني راح يكون عندي هذا السؤال. هذا السؤال احوله، هذا السؤال هذا هو بالريكتانجلر، نحوله للبولر. اول شيء اول ستيب بالتحويل للبولر ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي سي، شو يساوي لنا؟ زاويه العفو جذر تربيع الاول زائد تربيع الثاني اللي هو تربيع الايماجينري، راح يظهر لي عندي قيمه تشغيل 7.671. هذا بالنسبه لمن؟ الماجنتيود. زين بالنسبه للزاويه، الزاويه راح نوجدها تان انفيرس يساوي لي 3 على 6. طبعا هنا لازم شنو عندي؟ هنا عندي اشاره سالبه. طبعا هسه هو اكو عده طرق هنا بهاي الحاله اللي هي هذا قد تسبب له مشاكل للطالب. هنا هنا اذا نعتبرها سالبه، يعني هنا عندي اشاره سالب، يعني راح يكون عندي تان انفيرس 3 على 6، بما ان عندي الاشاره الما سالبه الما للسته. هنا تقدرون تضيفوهم، فرضا ضفت هنا اشاره سالب 6، اشاره سالبه راح يظهر لي هنا السالب 26. هنا انا ادري بي القيمه مالت الزاويه مالته الى مو 26. ليش؟ يعني اذا هذا الرسم او هاي القيمه هنا ايماجينري نرسمها راح يكون بالربع الثاني. الربع الثاني راح تكون الزاويه بين ال 90 وال 180،
بين ال 90 وبين ال 180. ايش قد ظهرت لي هنا الزاويه؟ 26.57. 26.57 بمن؟ بالربع الاول اللي هو راح تكون بين الصفر وال 90، وهذا الشيء مو صحيح. حتى لو نخلي هنا فرضا اشاره سالبه، هنا معناته بما انه بالربع الثاني هاي القيمه الايماجينال بالربع الثاني الزاويه ظهرت لي اقل من ال 90، ايش راح يصير عند العمليه؟ راح يصير عند العمليه فاي يساوي لي 180 ناقص هاي الزاويه، 180 ناقص قيمه الزاويه ظهرت لي، يعني هنا 180 وين قيمته؟ هذا الاتجاه 180، هنا هذا 90. انا اعرف لازم يظهر لي هاي القيمه الزاويه، هاي القيمه وين؟ بالربع الثاني، يعني شنو؟ بجزء الحقيقي بالسالب بهذا الخط، وجزء التخيلي بهذا الجانب. لازم يظهر لي وين؟ بالربع الثاني. زين، هنا حتى يظهر لي بالربع الثاني، الزاويه اذا ظهرت لي اقل من 90 راح يصير عندي عمليه طرح 180 ناقص 26 حتى يظهر لي هنا موقعه. موقع الزاويه. يعني راح تكون عندي 180 ناقص 26.57 راح تظهر لي الزاويه هي قيمتها 53.43. قيمة الزاوية 153.43 قيمة الزاوية، بحيث راح تكون من الصفر، نحسب من الصفر، احنا نحسب زاوية من الصفر بمقدار 153 وبعدها نرسم الخط. طبعا هنا هذا الخط راح يكون مماثل، نرسم هذا الخط، هذا الخط راح يكون مماثل اذا هاي القيمه نرسمها. يعني هنا فرضا هذا الشكل نريد نرسمه، اول شيء عندي انا 6 سالب 6 العفو انتبه له سالب 6، وعندي هنا سالب 3 نتقاطعا وراها نجر خط مستقيم، ايش راح يصير عندي؟ راح يظهر عندي هذا الشكل، واللي هو نفس الشيء اذا ناخذ زاويه من الصفر ل 153. طبعا هنا ظهرت لي 26 مرات يعني او سالب 26، يعني مرات يقول لك واحد يعتبر احنا نضيف السالب راح يظهر لي سالب 26. السالب 26 الزاويه المن لما تكون 6 زائد ناقص جي 3، 6 ناقص جي 3. لكن بما ان انا ادري بهذا القيمه او هذا الرسم بالربع الثاني راح تكون عندي العمليه 180 ناقص 26، ادري بهذا هنا الشكل. يعني لو فرضا انا اخذ امثله اضافيه على هذا الموضوع، فرضا عندي مثال اخر سالب 2 زائد جي 5، عندي اخر 1 ناقص جي 5، وعندي ايضا سالب 7 ناقص جي عفوا ناقص ناقص جي 5. اذا الرسومات شلون راح يكون؟ اول واحد عندي سالب 2 زائد جي 5، هذا هنا بيا ربع، هذا اذا نلاحظ هذا ايضا بالربع الثاني، هذا بالربع الثاني. طبعا قيمه الزاويه راح تظهر لي اليه، قيمه الزاويه اذا نلاحظ هو تان انفيرس، شوف تان انفيرس قيمته 5 تقسيم سالب 2، راح تظهر لي الزاوية قيمتها 68. طبعا بما انها هي 68 او سالب 68، هذا اول مثال، اول مثال راح تظهر لي قيمتها سالب 68، سالب هنا راح تظهر لي تساوي لنا سالب 6.8.1. طبعا هنا سالب 6.8 هنا هي مو معناته بالربع، معناته هذا بالربع الاول، وانا ادري بها هاي الاشارة اذا ارسمها بالربع الثاني، لان هنا الربع الثاني هنا سالب 2 وعندي هنا زائد 5، يعني هنا بهذا المكان. شنو اقصد بالربع الثاني؟ مجرد اعاده، عندي هنا هذا الربع الاول، هذا الاول
عندي هذا الربع الثاني، هذا الربع الثالث، وهذا الربع الرابع. الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. هنا هذا الربع الأول قيمة قيم الزاوية شو يكون عندي؟ من الصفر إلى من للتسعين، هذا للمية وثمانين، من التسعين لمية وثمانين، هنا من 180 270، تمام؟ من الصفر للتسعين، من 90 180، من 180 270. هنا راح بالربع الاول يكون الجزء الحقيقي والجزء التخيلي اثنيناتهم اشاره موجب، هنا جزء موجب وهنا جزء موجب. بالربع الثاني يكون عندي التخيلي قيمته موجبه لكن الحقيقه شنو يكون؟ سالبه، هنا الجزء سالب. هنا بالربع الثالث لا، يكون الحقيقي والتخيلي قيمته بمن؟ قيمه سالبه. هنا بالربع الرابع لا، يكون عندي الحقيقي موجب والتخيلي قيمته سالب. هسه هنا راح يكون بيا ربع، هذا بالربع الثاني، وقيمه الزاويه لما ناخذ لها التان انفيرس ظهرت لي سالب 68.1. بما ان هي سالب 68.1 انا اضرب بيا ربع بالربع الثاني. بالربع الثاني لازم شو راح تكون عندي؟ 180 ناقص هاي القيمه راح تظهر لي الزاويه الحقيقيه له، اللي هو راح تكون عندي قيمتها 180، راح تكون 111. طبعا اذا تاخذوها ايضا بالعكس يعني 111 وعندي ماجنتيود راح تظهر لكم الكومبلكس نمبر، يعني واحد ياخذ امثله ويقدر يحول من كومبلكس للبولار، من بولار للكومبلكس. عندي هنا ايضا بالربع هنا الثالث يكون 1 ناقص جي 5، هذا هنا بيا ربع. بالربع الرابع نشوف الزاويه ايش قد تظهر عندي. شوف تان انفيرس 1 عفوا 5 تقسيم 1 سالبة يظهر لي سالب 78. سالب 78 وين؟ ايضا بالربع الاول. سالب 8 هذا طبعا هذه قيمة إلي يساوي لنا سالب 78.69. هذا هنا سالب 78.69 بيا ربع بالربع الأول. أنا هنا قيمته وين؟ بالربع الرابع، لأن هو عندي هنا قيمة الريال بارت، الريال بارت قيمته موجبه والايماجينال قيمته سالبه، يعني بالربع الرابع. هنا بهاي الحاله ايش راح تكون عندي؟ هنا عمليا طبعا هنا امثله حاولوا تدونون هاي ملاحظه، راح تكون هنا 360 ناقص هاي القيمه، هي اما تكون 180 ناقص الزاويه او يكون 360 ناقص الزاويه، اما 180 ناقص الزاويه او 360 ناقص الزاويه. طبعا هنا اذا 360 ايش راح يكون عندي؟ 360 ناقص هاي قيمه الزاويه راح يظهر لي 281. 281 بوين؟ بهذا الربع. 281 اللي هو يكون بين 270 وبين الصفر، هنا بالربع الرابع يظهر لي قيمتها الصحيحه. زين عندي هنا القيمه الثالثه اللي هو سالب 7 ناقص جي 5، اذا ناخذ لها قيمتها الزاويه ايش قد راح تظهر عندي؟ 5 تقسيم 7 راح يظهر لي موجب 35.53. موجب 35، هذا موجب 35 وين مكانها؟ مكانها ايضا بالربع الاول. عندي هنا اثنيناتهم سالب، سالب 7 ناقص 5 جاي 5، هنا وين راح يكون هذا؟ هذا راح يكون كانه ماذا؟ اريد ارسمه الرسم وين؟ بالربع الرابع. هنا بهاي الحاله ايش راح يكون؟ راح يكون عندي هنا 100 هو وين؟ بالربع الثالث هو عباره عن 180 زائد 35. هنا بهاي الحاله 180 زائد 35 اللي هو راح ايش قد راح يظهر لي؟ راح يظهر لي 215. وين يكون؟ بالربع الثالث اللي هو بين ال 180 وبين ال 270. 215 تكون بين 180 وبين 270. طبعا اغلب شيء راح يكون ذني، اكثر شيء انه ذني فقط ذني ثلاث حالات. الحاله الاولى اذا كانت اشاره سالبه راح تظهر لي سالب 68. سالب 68 انا اعرف 68 بالربع الاول
وهنا هي سالب 2 زائد جي 5 وين؟ بالربع الثاني، حتى اخليها هاي الزاويه بالربع الثاني اقول 180 ناقص هاي القيمه ظهر لي بالربع الثاني. هذا 1 ناقص جي 5 ظهر لي قيمتها 78.69، هذا بيا ربع 78.69 بالربع الاول، حتى اخليها بالربع الثالث هو كانما اما تقول 0 ناقص 78 اللي هو يطلع لي 78، او تقول 360. ليش 360؟ لان هنا هاي نفسها، هاي الزاويه نفسها مقدارها 360، هاي هنا الصفر هي نفسها 360. 360 ناقص 78 راح يظهر لي قيمتها، اعتقد ذكرتها تقريبا 60 ناقص 78.69 تظهر لي قيمتها 281 او 280. 280 راح يكون هنا بين الزاويه 270 والصفر. الاخر شيء ايضا ظهر لي هذا القيمه الزاويه الى 35.53، هذا 35.53 البيا ربع، لان هذا هاي القيمه، هاي القيمه بيا ربع تعتبر سالب 7 ناقص جي بالربع الثالث، لان الجزء الحقيقي والجزء التخيلي اثنيناتهم سالب، بما ان اثنيناتهم سالب يعني بالربع الثالث. اذا اريد انا ارسمها، اذا اريد ارسمها 35 35 هنا راح يكون مكانها، راح يكون هنا مكانها، هنا كانما مكانها. هذا مكانها 35 بين الصفر والتسعين، واذا نرسم هذا الرسم مو صحيح، حتى انا امثلها بشكل صحيح وتعتبر وين؟ بالربع الثالث، اعتبرها 180 ناقص 35 اللي هو راح يكون لها الرسم الصحيح، يعني راح يكون تقريبا هنا مكانها. يعني هنا الزاوية راح تكون 180 زائد 35، هنا هاي الزاوية 35 و 180، يعني من 180 ارسم 35. عندي هنا أنا لا بالعكس التحويل من البولر إلى الريكتانجولر. هنا أنا التحويل راح يكون عندي، فرضا عندي بولر قيمة السي 10 زاوية 230، أنا حتى أكتبها أنا حتى أكتب القيمة، شنو قلنا؟ أن تحويل إلى الريكتانجولر يعني بيه جزء حقيقي وجزء تخيلي. الجزء الحقيقي شلون اقدر احسبه؟ 10 كوساين الزاويه. الجزء التخيلي 10 ساين الزاويه. نكتبها طبعا هنا انا فرضا ما لكم غرض بهاي القيمه، راح هسه راح تظهر لكم نفس القيم. هنا انا كاتبها 230 ناقص 180 نفس الشيء. شو راح نكتبها؟ راح نكتبها كانما عندي هنا 10، هنا راح اكتب الجزء الحقيقي اللي هو راح ارمز له بالار يساوي لي 10 كوساين المن 230. إذا أريد أحسبها 10 كوساين 230، 10 كوساين 230 راح تظهر لي القيمة يساوي لي سالب 6.42، هذا أول واحد. زين، القيمة الثانية اللي هو الإيماجينري فرضا راح أرمز له هنا هذا الآي يساوي لنا الإيماجينري 10 ساين الزاوية جي قيمتها 230. اكتبها 10 ساين 230 راح تظهر لي قيمته سالب 7، سالب 7.66. هنا إذا تلاحظون ذن القيم، طبعا هنا هذا القانون R يساوي لنا 10 كوساين 230 سالب 6، وهنا الإيماجينري 10 ساين 206. إذن القيمتين إذا نلاحظهن، إذا أريد أنا أرسمهن، رسمهن شلون راح يكون؟ هنا شوي لو نزليها تمام. هنا راح يكون عندي النهائية المعادلة النهائية راح تكون بهذا الشكل اللي هو نفس الشيء، راح نفس الشيء كتبناه سالب 6.42 سالب 6.42 طبعا هنا بيها كسور ناقص جي 7.66 اللي هي هنا ليش اشارة ناقص؟ لان عندي هنا اصلا هي سالب 7.66.
7.66. هنا تحولناها من البولر اللي هو 10.230 الى الايماجينري 6 سالب 6.428 ناقص جي 7.6. هذا اذا تريد ترسمها، رسمها شلون راح يكون؟ تحدد السالب 6 بالجزء طبعا هذا الرقم كله بالربع الثالث لان اثنيناتهم قيمتين سالب. رسمها شلون راح يكون؟ راح يكون اول شيء حدد السالب 6، فرضا سالب 6 بهذا الموقع، والعدي هنا الايماجينري قيمته سالب 7، فرضا سالب 7 بهذا المكان. من هاي النقطة ارسم الخط المستقيم. ارسلنا هذا الخط المستقيم، او نقدر هنا كانما عندي زاوية 10، العفو هنا قيمة الزاوية 230، يعني اتحرك من هاي النقطة بمقدار زاوية 230 اللي هو 230 راح يكون عندي هنا، هذا هنا المكان الزاوية شنو؟ هنا الزاوية بين ال 180 وال 270. لاحظ عندي قيمة 230 واقعة بين 180 وال 270. أنا هاي 180 هنا عندي 270، بين 180 وبين 270 اللي هي يا هي 230 واقعة بين 180 وبين 270. نلاحظ من بعدها يعني ناخذ زاويه بمقدار 230 ونرسم خط المستقيم. طبعا هذني كل الاساسيات ماخذين بالسادس اعدادي. هنا طبعا بعض الحسابات اللي هو كاتب 230 ناقص 180 ماخذها موجبه، هنا ايضا ماخذها موجبه، بس بعدين بالاخير ضايف لها اشاره سالبه. هذا ما ياثر، يعني قلت لكم لو تاخذوها مباشر 10 كوساين 230 و10 ساين 230 راح يظهر لكم راسا قيمهن بالسالب. عندي هنا بعض العمليات الحسابية للبولر فور، يعني عمليات، أول شيء عمليات الجمع والطرح. إذا كان عندي هنا شلون راح تكون عندي عمليات الجمع؟ فرضا عندي أول شيء 2.45 2 والزاوية 45، وهنا عندي 4 والزاوية 45، شلون راح تكون عندي عملية؟ بما أنه لاحظ أول شيء انتبه للزوايا. طبعا هو بالبولر فورم يعني قليل نستخدمهن عمليات الجمع والطرح لان شوي صعوبه بيهن، الا يكون نفس الزاويه ما ياثر. ارسمهن، ارسم اول قيمه، اول واحد اللي هو 2.45 فرضا، نتحرك بزاويه 45 ونرسم الاثنين، هذا رسمنا الاثنين، وراها نرسم ال 45 4 45 ايضا نتحرك بزاويه 45 والطول ايش قد؟ 4. نلاحظ اثنيناتهم شنو؟ اثنيناتهم بنفس الاتجاه. بما ان صار اثنيناتهم نفس الاتجاه راح تكون عندي عمليه جمع. طبعا حتى لو هنا اذا كانت هنا اشاره سالبه لا راح ياثر. اثر على الرسم نهائيا. هنا بما ان صارت عندي 2 و45 واثنيناتهم بنفس الاتجاه راح يصير عندي عمليه جمع. 2 و4 راح يصير عندي شنو؟ 6. راح يكون عندي هنا قيمة تشقيق 6، يعني هنا اثنيناتهم نفس الاتجاه ما يأثر، يعني نفس الزاوية أقصد بهم. 2 رسمنا، تحركنا بزاوية 45 ورسمنا 2، بعدها تحركنا بزاوية 45 ورسمنا 4، هنا صار اثنيناتهم نفس الاتجاه، راح يصير عندي هنا طول السلك 6. هنا هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية ايش مكتوب عندي؟ مكتوب عندي هنا 2 زائد 4 180، أيضا هنا صارت عندي عملية جمع. أول شيء أرسم الأول 2 والزاوية 0، شنو معناته 2 والزاوية 0؟ معناته هنا عندي فقط جزء حقيقي، ما عندي جزء تخيلي، عندي هنا فقط جزء حقيقي ما عندي جزء تخيلي. إذا أرسم هاي 2 بزاوية 0، زاوية 0 هاي هنا عندي هنا 0، هنا عندي قيمة الزاوية احنا نعرفها، هاي هنا قيمة الزاوية جيد عندي هنا 0، هنا 290 العفو 90 وهنا 180. هنا قيمة الزاوية بزاوية 0 نرسم هذا السلك، بزاوية 0 رسمنا السلك هذا زاوية 0،
قيمة ايش قد؟ 4. لا هنا أنا قيمة العفو 2، هنا أنا مكتوب 2. 2 هنا أنا. هي هذا الرقم 2 مو 4، هذا 2. هذا هنا أنا قيمة 2. هنا أنا قيمة ايش قد؟ يتحرك بمقدار 2 وزاوية ايش قد؟ 0. الثاني شنو يكون عندي قيمته؟ هذا الثاني. الثاني قيمته 4 بزاوية 180، 4 بزاوية 180، يعني هنا من هذه الزاوية، هاي زاوية 180 تحرك بمقدار 4. ناخذها نرسمها بمقدار 4. طبعا بما ان صارن باتجاهين متعاكسات، يعني هذا باتجاه الصفر وهذا باتجاه ال 180، اتجاهين متعاكسات. بما ان صار عندي باتجاهين متعاكسات تصير عندي عملية طرح. زين الطرح افتهمناها، يعني 4 ناقص 2 تكون عندي 2. زين الزاوية ايش قد تكون؟ هنا بالسابق كنا عملية جمع، والجمع راح تكون الزاوية هي نفسها عملية الجمع. زين هنا عندي زوايا مختلفة، عندي هنا زاوية صفر، عندي هنا زاوية 180، متعاكسات بالزوايا. يا زاوية من عندنا ناخذ؟ عندي هنا 4 وعندي هنا 2. ناخذ الزاوية القيمة الأكبر. ناخذ قيمة الزاوية الأكبر، يعني عندي هنا قيمة الزاوية ايش قد راح تكون عندي؟ الزاوية الأكبر 180. إذا راح يصير عندي 2 والزاوية 180. أعيدها، طبعا عندي هنا قيمتها 2 والزاوية 0، نرسمها 2 والزاوية 0. الثانية 4 والزاوية 180. هاي 4 والزاوية اللي صاير باللون الأحمر، 4 والزاوية 180. بما أن صارن باتجاهين متعاكسات، يعني تلاحظ باللون الأخضر عكس الاتجاه اللي باللون الأحمر، صارت عندي عملية طرح. طرح المن للماجنتيود، يعني 4 ناقص 2 راح تكون عندي ايش قد قيمتها؟ 2. زين قيمة الزاوية ايش قد؟ قيمة الزاوية ناخذ أكبر زاوية، أو ناخذ الزاوية للأكبر امبليتيود أو أكبر ماجنتيود. هنا يا هو أكبر ماجنتيود 2 أكبر، لو الأربعة أكبر أكيد الأربعة، إذا الزاوية المن ناخذها للأربعة. كأنما هنا أخذنا من الأربعة والزاوية 180 أخذنا مقدار 2 بزاوية صفر. هنا راح يكون عندي هذا الرسم، هذا الرسم يمثل لي 2 والزاوية 180، حاصل عملية الطرح. طبعا قلت لكم هاي هنا القيمة قيمتها 2. طبعا هنا تقدرون واحد يتأكد من حله شلون يحول المن للريكتانجلر فورم ويجرى عمليات الجمع لو طرح. طبعا هذا تحولوه للريكتانجلر فورم، هنا اذا تحولوه ايش راح يكون عندي؟ 2 كوساين الصفر زائد جي ساين الصفر، اللي هو طبعا راح يظهر لي فقط رقم 2، راح يظهر لي فقط رقم 2. هنا ايضا 4 كوساين ال 180 زائد جي ساين ال 180، اللي هو راح يظهر لي ايش قد؟ سالب 4. سالب 4 سالب 4 و2 راح يكون عندي سالب 2. سالب 2 اذا تريد تحولها للايماجينري، سالب 2 هنا مكانهم، معناته شنو؟ 2 الزاويه 180. تحويلها للايماجينري باستخدام حساب الماجنتيود وحساب الزاويه. طبعا هذا هنا امثله اخذناهن حول التحويل بين البولر والريكتانجلر. طبعا هنا عندي عمليات الضرب، عمليات الضرب راح تكون شوي اسهل. اذا فرض عندي هنا عمليات الضرب والقسمه، عندي هنا راح تكون عندي فرضا البولر الاول او هنا الكومبلكس نمبر الاول، عندي هنا الكومبلكس نمبر الثاني، عندي حاصل عمليه الضرب، عندي الماجنتيود الاول والماجنتيود الثاني راح تكون عمليه ضرب، يعني سي 1 في سي 2. اما البولر ايش راح تكون عندي؟ تكون عندي عمليه جمع. هنا العفو الزوايا تكون عندي عمليه جمع. يعني هنا اذا نريد نضرب سي 1 داش اللي هو قيمته سي 1 والزاويه فاي 1، وعندي هنا سي 2 داش يساوي لنا سي 2 والفاي 2. اذا نريد عمليه ضرب اللي هو سي 1 في سي 2 ايش راح تكون عندي؟ داش اللي هي قيمه الكومبلكس نمبر. الماجنتيود الاول والماجنتيود الثاني تكون عمليه ضرب بيناتهم. اما الزوايا، الزوايا تكون عندي عملية جمع. تمام، هاي عملية الضرب اللي يكون. طبعا هذا مثال، إذا فرضا عندي هنا إذا عندي هنا الكومبلكس نمبر الأول 25 والزاوية 20، كومبلكس نمبر الثانية سالب 10 والزاوية 30، شلون راح تكون عندي؟ راح تكون عندي 5 في سالب 10
يمثل لي هذا الماجنتيود 5 في سالب 10 يساوي لنا سالب 50. اما بالنسبه للزوايا قلنا بالنسبه للزوايا اذا تكون عندي عمليه ضرب انجمعت، عندي الزاويه الاولى 20 والزاويه الثانيه 30، 20 زائد 30 راح يصير عندي 50. هذا اذا كان بالنسبه لعمليه الضرب. بالنسبه لعمليه القسمه، فرضا عندي سي 1 داش على سي 2 داش، اللي هو سي 1 داش اللي هو الكومبلكس نمبر الاول وهنا الرقم المركب الثاني. عندي هنا الماجنتيود الاول والماجنتيود الثاني بما ان عمليه قسمه راح يتقسم، هذا سي 1 تقسيم سي 2. تمام؟ هذا بالنسبه للماجنتيود. اما بالنسبه للزوايا تكون عندي عمليه طرح فاي 1 ناقص الفاي 2 اللي هو الزاويه للرقم المركب الاول ناقص الزاويه للرقم المركب الثاني. طبعا هنا أنا ايضا عندي مثال، فرضا عندي المثال الاول او الكومبلكس نمبر الاول 15 والزاويه 10 والكومبلكس الثاني 2 والزاويه 7. يقول لك اوجد لي الكومبلكس نمبر الاول تقسيم كومبلكس نمبر الثاني، راح ايش يكون؟ عندي هنا الماجنتيود الاول ايش قد؟ 15 تقسيم 2، 15 تقسيم 2 يظهر لي 7.5. هذا بالنسبه للماجنتيود. بالنسبه للزوايا بما ان عندي عمليه قسمه راح ينطرح اللي هو 10 ناقص 7 راح يظهر لي 3، الزاويه 3. طبعا طلاب هنا تحويل البولر اخذنا فقط نوعين اللي هو البولر والريكتانجلر، فقط ذني النوعين راح نكتف. اما ذني الانواع اللي هي الترانجونومتريك والاكسبونشال اللي هو راح يكون مشابها للريكتانجلر والبولر. هنا اكو طريقه واحد بالحاسبه يقدر راسا يحول من الريكتانجلر للبولر ومن البولر للريكتانجلر. اسرع واحد او اسرع طالب يوجد لي عمليه التحويل من الريكتانجلر للبولر باستخدام الحاسبه اعطيه زائد 5. طبعا ينشر لي الحل بالجروب العام، نشر الحل بالجروب العام فقط اول طالب. هنا أنا عندي بالحاسبه اقدر احول من البولر للريكتانجلر ومن الريكتانجلر للبولر. طبعا شنو الهدف من هذا؟ تحويل حتى يساعدني بالحل، يعني اتاكد من حلي صحيح لو خطأ.